والآن سنبدأ مرحلة التعقيب وهي المرحلة الأخيرة لمدة دقيقة لكل متحدث نظراً لضيق الوقت. نبدأ بالسيد محمد منير العضو المنتدب لشركة باينس للدفع الإلكتروني. طبعاً شركة باينس إحدى الشركات الناشئة وفي مجال ريادة الأعمال، محتاجين نعرف إيه اللي إحنا محتاجينه في الفترة اللي جاية في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة. تفضل يا فندم. طبعاً أحب أشكر الحضور سيد رئيس الوزراء ودكتور أنيا والوزراء. احتمال إحنا بدايتنا كانت قصة صغيرة برضو، إحنا ابتدينا كبرزنتيشن جوه مسابقات الأعمال فكرتك شركتك، اللي هي كانت مسابقات أعمال منشأة عن طريق الحكومة عشان نبتدينا نشتغل عن طريقها. قدرنا نطلع وقدرنا الشركة خلال الثلاث سنين دول تزيد قيمتها أكتر من 200% لغاية ما دخلنا في شراكة مع مجموعة EFG عن طريق شركة فاليو عشان خاطر نتيح خدمات أكتر للناس. كان حظي حلو وحظنا كلنا حلو إن فريق العمل، أحب يعني دلوقتي أقول اسمهم حتى معتز لطفي أو ويارا العبد، كانوا جايين من خلفيات ساعدتنا كلنا على النمو، سواء كان القطاع المصرفي أو من جوه مؤسسات دولية زي البنك الدولي، وده ساعدنا ان الناس عندها خبره ان هي تقدر تكبر وتطلع بالشركه بشكل كويس. التمويل كان قوي جدا لان احنا اتاح لنا التمويل من مصر رياده الاعمال، وابتدى ده فتح لنا التمويل عن طريق يعني مسابقات اعمال وشركات راس مال مخاطر من كذا دوله في العالم، من امريكا ومن الامارات ومن السعوديه ومن مصر كمان كان في ناس، وده فتح لنا مجال التعاون ان احنا نقدر نطلع مشروع متكامل نخدم بيه زي ما بنقول الشركات المتوسطة قاطرة النمو لأي اقتصاد. فإحنا هدفنا كله إن إحنا بنساعد على التحول الرقمي للشركات دي. قدرنا ناخد بالشراكة مع بنك مصر، طبعاً إن بنك مصر كان وثق إن إحنا الفكرة دي ممكن تجيب شركات صغيرة تدخلها جوا القطاع المصرفي. البنك المركزي إدانا رخصة إن إحنا نطلع كارت عشان نقبض الموظفين والعاملين في الشركات الصغيرة، ونتيح كمان تمويلات ومش تمويلات نتيح يعني ما نسميها financial wellness للعاملين والشركات المتوسطة، بحيث انهم يقدروا يكبروا حجم عملهم، ونحن نكبر حجم عملهم ده هيتيح ان احنا في عاملين اكتر يشتغلوا. فالفترة دي كانت فترة مهمة جدا بالنسبة لنا، اعتقد جزء كبير من اللي المفروض كمان يبقى موجود متاح لناس كتير في الشركات الصغيرة اللي احنا كنا بنشوفها معنا، اللي هي التدريب والكونسلتنسي اللي تبقى موجودة تساعد على نمو هذه الشركات. فالتمويل كان موجود وده كان مهم جدا. طبعا في الأول حاجة لما جت ثقة من التمويل الحكومي ساعد على التمويلات الخارجية انها تقول ان في ثقة في المجال ده، بالذات في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات في مصر. بس كده، شكرا. عايزين برضو ناخد التعقيب من الدكتور رياض أرمنيوس رئيس شركة إيفا فارما. طبعا شركة إيفا فارما ليها تجربة خاصة في ريادة الأعمال وكذلك أيضا في القطاع الخاص، لو حضرتك تقول لنا برضو هل في آليات لتطوير الخطوات بشكل أكبر في الفترة اللي جاية؟ سريعا يا فندم، تفضل يا دكتور. أكيد. بداية أشكر دكتورة رانيا على الدعوة وعلى التنظيم الجميل. إحنا الحقيقة شغالين في القطاع الصحي، وطبعاً الصحة هي من أهم الحقوق الأساسية بالنسبة لأي إنسان، وهي يمكن تكون الركيزة للتطور والتنمية الشاملة. يمكن إحنا كمجموعة قدرنا إن إحنا نحصل على تمويل لمجموعة كبيرة من الاستثمارات اللي إحنا بنعملها الفترة دي، بالذات في تصنيع المواد الفعالة وتصنيع الأدوية البيولوجية وتصنيع اللقاحات إن كانت بيطرية أو لقاحات بشرية. الحقيقة أساس شغلنا هو لتوطين والتصدي المحلي للأوبئة والأمراض. الحقيقة الواحد بيلاقي إن لازم يكون في اكتشاف ثم تطوير ثم تصنيع وإتاحة. ويمكن واحنا بنكلم المؤسسات المالية مهم ان هم يتفهموا ان التمويل بالنسبة للقطاع الصحي يحتاج الى فترة طويلة في التمويل، ولكن الاهم بيحتاج لفهم لطبيعة القطاع. طبيعة القطاع اللي فيه يمكن مخاطرة عالية بالنسبة للشركات اللي هي بتشتغل على المستحضرات المبتكرة، اللي هي بتشتغل على عشرات الالاف من المستحضرات عشان تقدر تطلع بدواء واحد، ودي عمدا بتكون شركات ناشئه. ف
فإحنا بنحتاج تمويل من نوع الـ VC أو غيره من اللي بيقدر يتقدم من الصناديق المختلفة. ولكن الحقيقة لازم يكون في وضوح وفهم للقطاع من حيث التمويل طويل الأجل، لأنه كل المشاريع العاملة في الصحة بتاخد فترة طويلة طبعاً، وإحنا بنحاول إن إحنا يكون في تمويل بيقدر يضمن التصدي المحلي من ابتكار، من تطوير، من تصنيع. وهنا في التصنيع يمكن المهم بالذكر هو إنه الجهات التمويل محتاجة تفهم إن التصنيع المحلي هو الضمان الأكيد للتطور الاقتصادي. ده طبعاً بيحتاج توقعية، ده بيحتاج طبعاً مصداقية، ده بيحتاج مرونة. ولكن بصفة عامة التوقيت، ما فيش توقيت أحسن من ده بالنسبة لهذا المؤتمر. التوقيت الآن بالنسبة لمصر في الاستثمار في القطاع الصحي ممتاز. أوروبا محتاجة منا أغلبية الأدوية ومحتاجة منا منتجات مختلفة في هذا الوقت الصعب. وبلا شك المستثمر الجاد بيلاقي في الوقت ده أحسن عوائد بالذات في بلدنا مصر. شكراً يا فندم. أيضاً من يود التعقيب الآن الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية. طبعاً محتاجين نعرف بشكل مباشر إزاي ننشط العلاقة في القطاع الخاص بشكل أكبر خلال هذه الفترة الحالية. تفضل يا فندم. شكراً. يمكن أنا هحاول في إيجاز أقول إيه اللي ممكن يتعمل. بس إحنا كقطاع خاص إحنا لا نرى مشاكل، نحن نرى فرص، ومن هذا المنطلق بنبتدي نتحرك. ويمكن مع كل شركائنا من هيئات الإمائية إحنا very needy and greedy، فبنطلب كتير والحمد لله بيستجيبوا. أنا يمكن هتحرك بسرعة في بعض التلغرافات عشان ضيق الوقت. يمكن هبتدي من اللي قاله أستاذ إبراهيم زاهر، وكان يعني حاجة مشرفة. حضرتك كنت بطل ووتر بولو، دولة رئيس الوزراء كان بطل هامبول، فواضح إن الرياضة هي أحد الحاجات. أنا كنت بطل العالم في اليخوت، ابني كان بطل تنس، فواضح إن دي أحد الحاجات اللي بتنجح. إحنا عندنا معالي الوزيرة برنامج مات سبورتس لرواد الأعمال في مجال الرياضة، فدي أحد الحاجات اللي متحرك فيها. اللي دولة رئيس الوزراء أثارهم كان بنتكلم على الطاقة الجديدة، على تحلية المياه. إحنا لدينا أحد المنح من الاتحاد الأوروبي في مشروع اسمه مية طاقة، والهدف بتاعه هو دعم كل هذه القطاعات التي أثرها دولة رئيس الوزراء، بدءا من concept papers للربط مع الهيئات الإمائية إلى توفير منح إلى الربط مع مصادر التمويل. وفي هذا الإطار وفرصة إن معانا السفير الإيطالي موجود هنا، كان في مشروع عملناه مع المعونة أو التعاون الفني الإيطالي، أنا عارف كلمة المعونة دي المفروض ما تتقلش، التعاون الفني الإيطالي لعمل مركز تدريب بالأسكندرية للطاقة الشمسية والطاقة الجديدة المتجددة في الدومبوسكو. وهنا بطالب من التعاون الفني الإيطالي تكرار ذلك للصعيد، بحيث أن يبقى بيخدم على بنبان ويوفر موارد بشرية وبيخلق فرص عمل. إحنا لدينا حالياً أكثر من 300 مليون يورو منح من الاتحاد الأوروبي، سواء في 102 مشروع، سواء كاتحاد منظمات الأعمال الأوروبية أو اتحاد غرف البحر الأبيض. غالبيتها بنقدم دعم فني لرواد الأعمال، سواء من خلال حاضنات أو معجلات أو تقديم منح لهذه الشركات. ولكن خليني أطلع بتوصيات فعلية المفروض نتقدم بها. المشكلة الأساسية سواء للشركات الكبرى المتوسطة أو الصغيرة ليست توافر التمويل. في 22 مليار دولار منح وقروض ميسرة متاحة للقطاع الخاص، ولكن لا القطاع الخاص يعرف أنها موجودة، ولو عارف أنها موجودة مش عارف إزاي يوصل لها. وهنا بقى بتقدم لمعالي الوزيرة يمكن مبادرة اشتغلنا عليها فترة، ولكن أزمة كورونا للأسف وقفتنا. نمرة واحد، تحديث مدى فاينانس الحصر لهذه الآليات، شروط التقدم لها وما تقدمه. وده ليس فقط لمصر، ولكن لمصر ودول البحر الأبيض وأفريقيا، وبالتالي بعاون الشركات المصرية للدخول في هذه الأسواق والاستثمار فيها. نمرة اثنين، ودي اللي بناشد فيها معالي الوزيرة، إنشاء وحدة داخل وزارة التعاون الدولي وظيفتها ثلاث حاجات أساسيين. نمرة واحد، تنظيم
دور ندوات على مستوى المحافظات للتعريف بتوافر التمويل. نمرة 2 دعم الشركات اللي عاوزة تتقدم للحصول على هذا التمويل لتقدم لي وإزاي تملى دليل التليفونات اللي بيديهوله عشان يحصلوا عليه. ودعم منظمات الأعمال للحصول على منح. وهنا لما بقول منظمات أعمال مش اتحادات وغرف فقط، ولكن جمعيات وحتى وزارات اللي عندها مبادرات مختلفة لدعم رواد الأعمال للحصول على منح. احنا يمكن واخدين النص اللي متاح للبحر الأبيض، ولكن هناك الكثير أيضا من الممكن الحصول عليه. حاجتين آخرتين، ودي يمكن الدكتور مصطفى حيبقى مهتم بيهم. نمرة 1 حصر كافة المناقصات المطروحة من كافة الهيئات الإمائية والتمويلية، ليس فقط في مصر ولكن في مختلف دول العالم اللي متاح للشركات المصرية الدخول فيها. النهاردة مناقصة لإنشاء محطة كهرباء في تنزانيا، مناقصة لإنشاء طريق في نيجيريا. كل دي مناقصات لو أنا عارف إنها هتطرح قبل ميعاد الطرح بمدة كافية أقدر إن أنا أدخل فيها وأحصل على هذه المشاريع. آخر حاجة، الربط بين الشركاء من دول مختلفة، سواء استخدام ضمانات للاستثمار. أنا النهاردة داخل في مشروع أقدر إن أنا أحصل على ضمانات من خلال وجود شريك أوروبي معايا في من خلال الاتحاد الأوروبي، يبقى احنا نقدر نجيب هذا الشريك ونربطه بالشركة المصرية. وحكتفي بهذا، وألف شكر يا فندم. أشكر حضرتك. والتعقيب الأخير من السيد جمال أبو علي، وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال. طبعاً محتاجة أعرف من حضرتك التجربة، وفي نفس الوقت برضو نفس السؤال القائم في هذه الجلسة، في أفاق وطموح دعم القطاع الخاص من خلال جمعية حضرتك، إيه المخطط أو إيه خارطة الطريق اللي حضراتكم حاطينها في الجمعية عشان نقدر نكمل ونطور هذا التعاون الوثيق سواء ما بين الحكومة والقطاع الخاص؟ شكراً لك. شكراً دكتورة رانيا على الدعوة. في عجالة أنا هنا أتكلم باسم جمعية بتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات ريادة الأعمال. وهنا لازم أنوه أن الشركات الصغيرة والمتوسطة مش معناها بس أنها شركات جديدة، ساعات بتكون شركات عائلية بقالها عدة أجيال وتحب أنها تكبر وتنمو وتساهم في رؤية الدولة في التصدير وإلى آخره. هو بالفعل في تعاون موجود مع المؤسسات التمويل الدولية اللي ذكرت اليوم، وده مهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الأخص، لأنه ده بيديها كريديبيليتي أكبر لما بتيجي بعد كده تروح للمؤسسات التمويلية المصرفية وغير المصرفية التقليدية، سواء في مجال الدعم الفني، في مجال الإقراض، أو في مجال الاستثمار. احنا كنا بنطلب من وزارة التعاون الدولي ان احنا نوسع اطار التعاون او الاكسس لهذه الجهات عن طريق الوزارة. كنا عملنا في الجمعية اعادة هيكلة بداية العام للجان الجمعية بحيث ان تسهل التواصل مع الوزارات المختلفة على الاخص وزارة التعاون الدولي، بحيث ان الوزارة تقدر تساعدنا كل قطاع ايه الجهات وفرص التمويل المختلفة المتاحة. برضو خصوصا حابين ندي اهتمام خاص للمشروعات اللي هتركز على التصدير. دي لقينا ان اعضاء الجمعية بيحتاجوا مزيد من الدعم الفني والدعم المالي ليها. مؤسسات تمويل دولية تلعب دور كبير في ذلك. والاقتراح الاخير من يكون فيه مساهمة من وزارة التعاون الدولي في العمل على تطوير برامج متخصصة تتمشى مع احتياجات الشركات المصرية. مش حابب أطول عن كده عشان الوقت، وبشكر حضرتك. طيب معالي الوزير، هستأذن حضرتك يعني تعقيب أخير من الدكتور شريف مصطفى الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب. اتفضل يا فندم. ومحتاجين برضو نعرف نفس الإطار اللي احنا بنتكلم فيه، الرؤى والخطط المستقبلية التي يجب أن تكون حاضرة في هذا التوقيت في مصر لدعم القطاع الخاص فيه. اتفضل. شكرا لحضرتك. هو طبعا موضوع التمويل للمؤسسات الدولية ده موضوع مهم جدا، وجاي في وقت هو ده وقت بتاعه الحقيقة النهاردة، يعني في الظروف اللي احنا بنمر بيها. هي بس في نقطة مهمة جدا زي ما مع السيد رئيس الوزراء قال، ان الرؤيه دي او البرسبشن او ان احنا دايما شايفين المشاريع دي كلها بتوجه للحكومه او المشاريع الحكوميه.
طبعا النهارده لما كنا قعدنا مع الدكتوره رانيا الاسبوع اللي فات برضه اتكلمنا. الحقيقه انا بالنسبه لي يعني في المجتمع الاعمال موضوع جديد، فانا يعني ما كانش عندي هذا يعني الكم من المعلومات ان في تمويل بالطريقه دي وبقروض ميسره وكل هذا ورياده الاعمال وكل شيء. ده الحقيقه شيء جميل جدا. انا بقترح بس كنقطه مهمه جدا ان احنا المفروض نعمل توعيه او اويرنس لهذا الموضوع في مجتمع الاعمال المصري، لان كتير منا مش عارفين هذا الموضوع، سواء كان في اتحاد الصناعات او اتحاد الغرف او جمعيه رجال الاعمال او ايا كان. يعني وزاره التعاون تعمل وحده لعمل نشر هذا الموضوع على مجتمع الاعمال، لان اعتقد ان احنا في اشد الحاجه لمثل هذا النوع من التمويل. بكرر تاني وهو مهم جدا جدا جدا، سواء كان لمشاريع كبيره او مشاريع صغيره متوسطه او رياده اعمال او غيره. احنا مش عاوز اطول عن كده، بس ده الحقيقه الحاجه اللي انا بركز عليها، لان احنا جزء كبير منا لا يعلم شيء، لا يعلم الكثير عن مثل هذه القروض الميسره المعطاه من مؤسسات دوليه طبعا. فده الحاجه الوحيده اللي احب اعمل عليها تعليق بس. شكرا. العوده مره ثانيه والاخيره مع الدكتوره رانيا مشاط وزيره التعاون الدولي، فلتتفضل. معلش هو الدكتور شريف عشان احنا بنروح له المجلس بنتكلم على شغلنا مع افريقيا، فيمكن الجزء بتاع القطاع الخاص ما تعرضش في اللجنه، بس هي اعتقد اللي الدكتور علاء قاله والدكتور شريف قاله امر مهم. ويمكن واحنا بننظم الاجنده الخاصه بالمؤتمر كان مهم جدا ان احنا نحط الجلسه دي، لان والدوله بتتكلم على اشراك اكبر، كان لازم مصادر تمويليه تكون ايضا معلومه، وزي ما شفنا من مؤسسة التمويل الدولية، من البنك الدولي، من البنك الأوروبي لرعاية الأعمار والتنمية، البنك الاستثمار الأوروبي وغيرها من الثنائيين، إيطاليا، أسبانيا، فرنسا وغيرها، كلهم ليهم برامج متخصصة بأشكال مختلفة. وحابة أقول حاجتين مهمين جدا، هذه البرامج بتصاغ بناء على الاستراتيجيات الموضوعة ما بين الدولة المصرية وهذه المؤسسات، وهذه الاستراتيجيات بنقوم بإعدادها مش بس من قبل الحكومة، ولكن فيها أيضا تشارك كبير جدا من مجتمع الأعمال، لأن كتير يعني حتى النهج في وضع هذه الاستراتيجيات من المؤسسات هو أن يبقى في عوامل تشاركية من القطاع الخاص، من المجتمع المدني، وبنعمل حقيقة جلسات على ده. فالنقطة والتوصية الخاصة من الدكتور علاء والدكتور شريف أعتقد أنها هتبقى إن شاء الله يعني هنبدأ في تفعيلها. إحنا كنا ابتدينا يمكن في نهاية 2020 واتقابلنا مع الاتحادات وكنا خلاص بنعمل الشكل المؤسسي للتفاعل والتوعية مع الاتحادات، ولكن كان حصل بعض الظروف وتأخرنا. فأعتقد أنه بعد هذه أو بعد هذا المؤتمر هيكون المجال مناسب جدا لده. يمكن بس بعض الأمور الأخرى اتقال أكتر من مرة، والدكتور هاني يمكن أشار إلى المعاونة الفنية الخاصة بتقارير. برضو الدكتور هاني في تقارير تشخيصية، ويمكن دكتور نادر أوضحها، عن مشاركة القطاع طلعت في 2020 من البنك الدولي و 2021 من مؤسسة التمويل الدولية. وفي تشخيص الاقتصاد المصري، القطاع الخاص في الاقتصاد المصري كان في وقوف على قطاعات بعينها، ومنها قطاع الصحة، وبشكر رياض أنه هو يعني أشار إلى قطاع الصحة. ويمكن الدولة المصرية وفخامة الرئيس بالتحديد لما يعني غير القانون الخاص بال زراعة الأعضاء وغيرها، فتح مجال كبير جدا مش بس للاستثمارات، ولكن الاستثمارات في الريسيرش، في الأبحاث، ودي نقطة هامة جدا للمؤسسات المختلفة وليها تمويلات. وأعتقد أن في نماذج موجودة وعايزين نكبر ده. قطاع آخر كان مهم، قطاع الزراعة والفود بروسيسنج أو صناعة الغذاء، ودي نقطة أخرى. حضرتك برضو تكلمت عن المعاونة الفنية في البي بي بي، يمكن والدكتور معيط معانا، في قانون جديد للشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، وعد أعتقد مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والجزء الخاص بالوحدة في وزارة المالية حصل فحص جديد، وفي تعاون جديد ما بين البنك الدولي والاي اف سي ووزارة المالية للوحدة دي بالتحديد، علشان الوقوف على يمكن بعض الأمور اللي يمكن لم تفعل بشكل كبير، ولكن الدور بتاعها موجود في القانون. وأيضا
متضمن في تكنيكال اسيستنس هيكون مقدم من هذه المؤسسات. فالنقطتين دول بس حبيت ان انا اوضحهم، لانه زي ما في يمكن التمويلات مش واضحه بشكل كبير، ايضا الدراسات وقولوا لنا نوضحها ازاي للمجتمع، لان بنعمل بيانات صحفيه وبنطلع في التلفزيون وبنحطها على الويب سايت، فيعني برضو يمكن يعني على الجانب نعرف ايه افضل اليه ان كل الشغل اللي بيتعمل يبقى مطروح ومعلوم للكل. فدي نقطة. الحاجة الثانية في صناديق الاستثمار وتشجيع الاستثمارات، أعتقد الكلام اللي اتقال في الجلسة السابقة كان بيوضح أنه بالعكس في تشجيع لده في الفترة القادمة. كان أيضا اتقال على موضوع الأهداف أو البريوريتيز أو الأولويات في الفترة القادمة، سواء كانت اللي هي تحلية المية أو الجرين هيدروجين أو الزراعة وأيضا الطاقة الجديدة والمتجددة، وده كله تحت مظلة مهمة جدا المنصة الخاصة بنوفي. ونوفي استخدمناها Nexus of Water, Food and Energy، وكلمة نوفي لأن هذا الكوب أو مؤتمر المناخ القادم هو من التعهدات إلى التنفيذ. فكانت دي فكرة إنه المنصة، لأن مش بس التمويلات الميسرة ولكن تمويلات مختلطة، فبيقدر المجتمع الدولي بتمويلاته الميسرة على خلفية إن هذه المشروعات أولوية للدولة المصرية وإن القطاع الخاص موجود وعمل هذه المشروعات وشايف فيها ميزة، إن نقدر نعمل تمويلات تبقى محفزة لمشاركة القطاع الخاص. وأيضا هنبعت لكل الموجودين معنا في هذه الجلسة الويب سايت الخاص بمنصة موفي للتعريف بالمشروعات المختلفة. هختم بحاجة أخيرة، وآية بتبص لي جامد جدا، إنه رئيس الجمهورية امبارح سيد الرئيس أشار إلى مسارات متوازية، وده اللي حاصل كمان يعني تلبية للمسارات المتوازية. كان في تمويلات متوازية من شركاء مختلفين، فلو بنتكلم على الإسكان الاجتماعي بنجد إنه البنك الدولي كان موجود، لو بنتكلم على الطاقة الجديدة والمتجددة كان غيرهم من المؤسسات، البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية أو البنك الأوروبي للاستثمار، لو بنقول الصحة ومئة مليون صحة هنجد مؤسسات مختلفة. أهمية هذه التمويلات ليست فقط الفلوس لو أقدر أقولها كده، ولكن لإتاحة هذه التمويلات لابد أن الدولة المصرية بتنتهج معايير دولية في الحوكمة، في البيوكيومنت أو في المناقصات، وأيضا في المعايير البيئية. ما فيش ولا مشروع من اللي اتقالوا دول، وهم 377 مشروع موجودين على الويب سايت بتاعنا اللي عايز يشوفهم، هذه المشروعات واحد واحد لابد من مجالس إدارة هذه المؤسسات وأيضا المؤسسات الثنائية، لو بنتكلم على الوكالة اليابانية للتنمية، الوكالة الفرنسية للتنمية، الوكالة الأمريكية للتنمية. وبالتالي التعظيم الاستفادة من هذه التمويلات ليست فقط التمويلات في حد ذاتها، ولكن السمعة التي بتكون للدولة المصرية بقطاعاتها المختلفة حكومة وقطاع خاص في إتاحة هذه الحصول على هذه التمويلات، التفاوض عليها، إن كل المعايير تبقى موجودة، وده في قطاعات الدولة كاملة. فإن شاء الله الفترة الجاية إحنا زي ما إحنا شايفين الدنيا في التمويل الدولي صعبة، ولكن قدرة مصر وقوتها على إتاحة تمويلات وحشد تمويلات إضافية موجود بالرؤية الموجودة، وأيضا بالقطاع الخاص اللي نفذ مشروعات في السابق وبالتالي له صحيفة أعمال محترمة جدا مع هذه المؤسسات. شكرا جزيلا، وأسف على الإطالة، بس يعني نفسنا إنه الشغل اللي موجود مع كل وبعدين لما بنقول يمكن هايكي من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، ودي كلمة مهمة جدا، كلمة الشراكات partnerships مش بين الحكومة والجهة فقط، ولكن الحكومة والقطاع الخاص والجهة الممولة أو المجتمع الدولي وأيضا مجتمع الأعمال اللي هو بيبقى أيضا الـ NGOs أو الـ civil society. شكرا جزيلا. بشكرك شكرا جزيلا معالي الوزيرة دكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. شكر موصول أيضا للسادة الحضور والسادة المشاهدين أيضا في متابعة هذه الجلسة، فرص وأفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص في مصر. شكرا جزيلا.